معنا من غزة المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة هشام مهنا. مساء الخير سيد هشام مهنا، تابعت معنا هذا التقرير الذي يصور الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان القطاع في ظل رحلة نزوحهم، لكن هل يمكن أن تعطينا تفاصيل أكثر عن أهم الأوبئة والأمراض التي انتشرت في غزة بعد 100 يوم من الحرب؟ شكرا لكم على الاستضافة. في الواقع هذا التقرير يصور الواقع الذي نشهده أينما ذهبنا في مختلف أنحاء قطاع غزة، خاصة في محافظة رفح التي كان يقطنها قبل 7 أكتوبر قرابة 300 نسمة، الآن يتكدس فيها أكثر من 1.5 مليون من النازحين وغيرهم في أسوأ ظروف لا إنسانية جاز التعبير. وبالتالي نتيجة هذا التكدس، انعدام المساحة الشخصية، انعدام مقومات البقاء على النظافة، استخدام مياه ملوثة، عدم وجود وسائل الوقاية، طبعا عن غياب الرعاية الصحية المطلوبة، هذا كله يؤدي إلى انتشار أمراض وأوبئة في هذا الوسط. والمشكلة الأكبر هو عدم إمكانية حل هذه المشكلة على نطاق هذا العدد الهائل. لا يمكن لأي أحد، سواء كانت الفرق الطبية العاملة أو الفاعلين في قطاع الإنسان، الاستجابة لهذا القدر من الاحتياجات الإنسانية في ظل هذه الظروف الصعبة للغاية والمعقدة حتى على المستوى الأمني. لقد شهدنا مؤخرا تحول عسكري رهيب في محافظة خان يونس، سبب نزوح إضافي من هذه المحافظة واتجاه الأهالي الذين تركوا خيامهم، تركوا بعض المستشفيات اللي اتخذوا منها جاء الاتجاه إلى محافظة رفح، يزداد هذا التكدس مأساوية. نعم طبعا نحن نلقى صعوبة كبيرة في السماع إليك نظرا للخلل في الصوت من المصدر، لكن دعني أسألك مرة أخرى سيد هشام مهنا، أيضا عدم القدرة على عزل المصابين عن الأشخاص غير المصابين، إلى أي مدى فاقمت وتفاقم الأوضاع برأيك؟ لا يمكن عزلهم لأنه لا يوجد مزاحات لا في المستشفيات ولا في أماكن النزوح، سواء كانت مدارس أو كانت خيم أنشئت بشكل عشوائي في الطرقات وفي الساحات والأراضي، حتى الأراضي الزراعية لا يمكن الحفاظ على مستوى نظافة شخصية على مستوى الأهالي وهذا العدد الكبير في ظل ما يشهدونه في ظل ما يعانونه. الأهالي حتى في شمال قطاع غزة في ظل انعدام توفر الرعاية الصحية المطلوبة وانعدام توفير الغذاء، وليس فقط هذا يسبب انتشار أمراض ولكن أيضا يسبب الجوع ويسبب ضعف التغذية خاصة الأطفال حديثي الولادة، هنالك أطفال يتم ولادتهم كل يوم في مثل هذه الظروف البائسة. لذلك لابد من وضع حل لهذه المأساة، لابد من السماح للفرق الطبية بالوصول إلى هؤلاء الأهالي الذين هم بحاجة إلى رعاية صحية بشكل دوري، منهم أمراض أصحاب أمراض مزمنة، منهم مرضى السرطان، منهم أشخاص ذوي إعاقة بحاجة أيضا إلى احتياجات طبية معينة، ليس فقط على مستوى الأوبئة ومستوى الأمراض ولكن حتى على مستوى البعد الصحة النفسية، أصبحت كابوسا آخر يلاحق العاملين في هذا المجال. شكرا جزيلا لك هشام مهنا المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة.